لما حد يقول لنا أكلك البلوزة أو أكلتك البلوزة، ممكن نسأل نفسنا إن في كتير مش عارف القصة دي، إيه هي البلوزة وإيه طعمها؟ وهي في أكلة فعلا اسمها البلوزة ومين اللي بيعملها؟ نشوف مع حضرتك. محاولاته لإبعاد شبح الانقراض عن مهنته التي ورثها عن أبيه باءت بالفشل، فوقف وحيداً خلف عربته بأحد الأزقة الفقيرة بحي الجمالية كآخر أباطرة صناعة هذه الحلوى. تعرفت في الحتة بسلطانية البلوزة، فبالنسبة لينا احنا يعني لمؤاخذة كان والدي بيعمل البلوزة دي في المحل عنده. كنت في الفترة دي انا عندي حوالي 8 سنين أو 7 سنين، كنت بنزل سيدنا الحسين عندنا هنا، كنت بشوف بقى متجولين كتير قوي 3-4 بيبيعوا بلوزة. زمان كان بيبقى ما تعرفيش تقفي عندي هنا عشان تاخدي سلطانية بلوزة، زمان كنت بكسب كتير. ورغم ثبات عجلات عربته التي فضل أن تظل في مكانها لأكثر من 30 عاما، لم يختار للبلوزة هذا الثبات. البلوزة دي واخدينها وراثة عن والدنا، فبالنسبة لينا احنا هنا كانت البلوزة دي زمان بيتحط عليها زبيب وجوز هند وحاجات زي كده، فأنا لقيت الزبيب وجوز الهند زي ما تقول يعني ايه بيبقى تقيل على الزبون وهو بياكله، ففضلت ان انا اضيف عليها حكاية ايه الموز والفراولة والشربات الاحمر والكلام ده كله على اساس انها يعني ايه تبقى مقبولة للزبون. يطل من خلف زجاج العربة على ماض وقف فيه الزبائن في صفوف وحاضر لا يجد فيه سوى أن يجلس لتلقي تحية المرة حتى أن يصل مشتر. عايز إيه بلوزة؟ في عصر لا يعرف فيه الناس ماهية هذه الحلوى سوى من الأمثال الشعبية. بالنسبة للشغل بتاعنا ده كان بيجي واحد بس واحد ما بيتخانق مع واحد يقول له إيه جرى إيه يا عم؟ في إيه؟ هو أنت عايز تأكلني البلوزة؟ متمسكا بها رغم رفض أبنائه مشاركته هذا العمل. أولادي رفضوا أنهم يشتغلوا فيها. بالنسبة لي أنا آخر واحد في عيلة الأكلوك أنا اللي متمسك بها. هم اللي عندي ولدين وبنتين والأربعة الحمد لله متجوزين. برضو يعني مجوزهم برضو يعني من شقايا هنا. زوج أبنائه الأربعة ولا يخشى سوى الموت الذي سيمحي أسطورة صانع البلوزة. 35 عاما على باب هذا الزقاق قام فيها عم رضا بتأكيل الناس البلوزة، تلك الحلوى القديمة التي لا يعرف عنها الكثير وتعاني خطر الاندثار، ليقف وحيدا متمسكا بكونه آخر صانعها. هيلا أنزيل، الحياة اليوم. حلوى البلوزة.